جميله. شفتي رسمت النميل ازاي؟ ايه الهبل ده؟ يلا امشي امشي امشي. دينا مش دي شبه نرمو؟ ايه ده؟ ملهاش اي علاقه بيها. ازاي بس؟ انتي قاعده جنبها لكن انا قاعده قصادها، زاويتي غير زاويتي. بقول لك ايه، انا ما بفهمش في الحاجات دي، زاويتي زاويتك، سيبيني اذاكر. ممكن هو انا عملت لك حاجه؟ الله بس بقى، انتوا مش واخدين بالكم ان فيس اختفى؟ تلاقيه مات من البرد، الله يرحمه بقى. اعوذ بالله، انتي ما بتحسيش ابدا؟ اتفضلي. هو مش حضرتك اتفقتي مع حامد بيه ان احنا نقعد مع بعض ونتصارح؟ وحضرتك وافقتي على الكلام ده وتحايلتي عليا، وادينا جيت اهو. ما بتخشيش ليه؟ احمد انت كبرت دلوقتي والمفروض تكبر دماغك وتفهم ليه حامد اتحمل منك الاهانه دي كلها. بالعكس، المفروض اني بحاول. مدام نبيلة، اوعى تفتكر في يوم من الايام ان في حد هياخد مكان بابا طول وانا واختي عايشين، فاهمه ولا لا؟ وعلى فكره بقى، انا جاي عشان اقول الكلمتين دول في وشه. لعلمك بقى، لا الوظيفه ولا الفلوس ولا في يوم شقه وعروسه كمان هيغيروا رايي. وطي صوتك يعني، وطي صوتك، الناس ابتدت تبص لنا مش كده؟ مساء الخير يا فندم، في حجز؟ ايوه في حجز، باسم حامد بيه فنيش. اوه حامد باشا، اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. على فكرة بقى، لا الاستاكوزا ولا السمك ولا المكان ده كله هيغير رأيي. أحمد أنا بتكلم إنسان كبر دلوقتي، يعني أنت قربت تخلص كيش دلوقتي. لو حامد طلب إنه يتجوزني أو أنا فكرت في الجواز فعلا، يعني أفتكر إن ده مش عيب ولا حرام. قبل ما بابا يكمل سنة؟ معقولة؟ هو أنا أعمل كده برضو يا أحمد؟ الله، يبقى كلام نرمين صح بقى والمبدأ موجود. أهلاً 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 يا أبو حميد. يا أهلاً أهلاً يا أبو حميد، منور المحل كله، منور زي المنتهى. أهلاً أهلاً مدام نبيها. أهلاً وسهلاً مدام نبيها، أرملة المستشار حسن أبو خطوة. المستشار حسن أبو خطوة ده اللي حكم في قضية البنوك الشهيرة. طبعا، ومين ما يسمعش عنه. مدام نبيها دي تبقى قريبتي. تبقى بقى يا ستي بنت خاله والدي على طول. اما الاستاذ العبقري ده بقى، الاستاذ احمد حسن ابو خطوه ابن سياده المستشار العظيم، الراجل النزيه الشريف، وانا واثق انه باذن الله هيجدد مسيرته. على فكره احمد بقى من العشره الاوائل في بكالوريوس العلوم السنه اللي فاتت. تشرفنا يا استاذ حامد. هو اللي بيتخرج من كليه العلوم بيقولوا له يا باشمهندس ولا يا دكتور؟ نعم. انت زنقتيني. قول لها انت بقى. مش تعرفنا الاول بالانسه والمدام؟ انا ما عرفتكوش. انا مؤاخذه. الانسه بقى دي تبقى الانسه رشا عامر، خطيبتي. خطيبتك؟ هو مش كان واجب برضو تدينا خبر؟ هو احنا مش قرايب ولا ايه؟ اصل احنا عملنا حفله صغنطوطه خلي السيادتك. انا طبعا كان صعب ان انا ادعيكي، خاصه ان انا عارف ان انت في حاله حداد على سياده المستشار، وكان صعب جدا ان انا اعلن خبر الخطوبه. لكن بعد مكالمتنا انا قلت كان لازم ان انا اكشف كل الاوراق علشان النفوس تهدى، في نفس الوقت نتعامل مع بعض بجد. ولو ناويين تعملوا الفرح امتى؟ اوعى تاجل اي حاجه حضرتك عشان خاطرنا، حتى لو كنت ناوي تعمل فرح من بكره ان شاء الله. لا 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 يا ابو حميد اطمن، انا مش هاجل اي حاجه،
وهعمل الفرح بأول أجازة تنزلها بإذن الله. بس اوعى تنسى تعزمنا، احنا قرايب ولا ايه؟ وقال له الهاني موصل. هاني موصل مساء الخير يا فندم. بالله على السلامة حضرتك. اتفضل حضرتك اعمل ابلكيشن. انا مدير عامل اوتيل يا فندم تحت امرك. اهلا وسهلا. يا ترى عجبتك العربيه اللي احنا بعتناها لك المطار تكون في استقبالك؟ والله دي طريقه جميله جدا ان الجيست ينزل من الطياره يلاقي ورقه مكتوبه باسمه وعربيه توصله للوكاندا. انت عارف ان دي طريقه تزود السياحه في بلدنا؟ فعلا يا فندم، دي طريقه تزود السياحه خالص في بلدنا، بس للاسف مش ده النظام اللي معمول بيه في الاوتيل. ده كان فيري سبيشال فيفر لمدام نهاد العليل. يا مدام نهاد، انا اول ما قريت الفاوتشر وشفت اسمك، اقصد اسم سعادتك، انا اعلنت حاله الطوارئ في كل اقسام الاوتيل. كل واحد في الاوتيل هنا تحت امرك، وانا بصفه شخصيه تحت امرك. شكرا. اولا عايزه اعرف القطر السياحي يوصل الاقصر امتى. ثانيا عايزه اعرف طياره روما هتوصل الاقصر امتى. ثالثا انا عايزاك تحجز لي قاعه الاجتماعات. من عيني دي قبل عيني. حضرتك تشرفيني ان شاء الله في المكتب وتشربي فنجان القهوة السكر زيادة كالعادة، وانتي قاعدة مرتاحة كل طلباتك هتنفذ. النفيسي ده شراب وقع من على حبل الغسيل. عايزاني يعني اعمل له ايه؟ اطلع فوق القطر ادور عليه؟ انت غريبه قوي. لا ندور عليه في القطر. انت بقى فاكره ان السير سماح هتسيبك كده طالقه في القطر رايحه في اي حته؟ طب انا بقى هتصرف. عيط عيط يا ابو حميد، فك عن نفسك يا حبيبي ولا يهمك. هي الدنيا دي ايه؟ كلنا ليها الزوال.
الله جرى لك ايه يا حامد؟ ده كلام مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ ايه يا ماما؟ ما تخليه يقول اللي يقوله بقى. احنا خلاص احنا بقينا اصحاب مش كده ولا ايه يا انكل؟ انكل ايه بقى؟ ما تيجي اقول لك يا حامد باشا وانت تقول لي يا احمد. برافو عليك يا احمد. ايوه كده، قوم بقى فك عن نفسك يا احمد. يعني ايه فك عن نفسه؟ في ايه؟ يلا فك بقى. يلا ابو حميد. الواد بيقول لي يما قوي. هو ده. الكمساري مشي؟ ما تخافش هنداره عليه. سطح على ظهر القاطر في برطومه، دي عامل يعملها حد عاقل برضه يا سيدنا الافندي. تشكر يا ابوي. يلا يا ابني فوق. فوق يا ابني. فوق يا ابني. قوم تعالى. قوم تعالى. اقلع هدومك. اقلع هدومك. حرك ايدك معايا. يا ساتر يا رب عليك وعلى اللي جرالك يا ابني. يا ابني احبك احبك احمد. ما تحبني يا ابني، ما تعملش في نفسك يا ابني. اقعد 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 اهمد بقى. نام. انام وانام ليه يا مدام؟ ما احنا كلنا الى زوال زي ما قال حامد بيه. يقطع حامد وسنين حامد. يلا اقلع هدومك. حاضر. اسمع الكلام. حاضر. اتحرك مع ساعدني. أوه. اعمل اي قياس. انا اللي غلطان من الاول. انا اللي غلطان عشان اعتبرتك راجل وقد المسؤوليه، لكن طلعت عيل. عيل بصحيح. نام بقى. يا ساتر يا رب هديت حيلي. بسم الله. اهلا يا حامد. البنت لسه معاك في العربية؟ بس انا نفسي اعرف جاتلك الفكرة الجهنمية دي منين؟ انت ساكت ليه؟ ما تتكلم يا عبقري. طبعا عبقري زمانك. انا دلوقتي بس اقدر اقولك اني مطمنة انك حطيت احمد ابني في جيبك الصغير. بس احكيلي بقى، احكيلي انت جبت منين البنت اللي كانت معاك دي؟ بس انت زودتها معاها حبتين. لا 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 لا، سقت فيها قوي مع البنت دي كده ليه؟ اولا رشا عامر مش بنت، دي خريجة جامعة ومن عيلة عامر عبد الحافظ، عيلة محترمة جدا. ثانيا لا خلاص، لا بتقلب كلمة عنها بجد. لا انا بجد، رشا عامر بقت خطيبتي من اول، وانا قايل لك ان ولادك مش هيوافقوا. قلت له اصبر شوية، بنتك نرمين لما بتشوفني بيركبها مليون عفريت. احمد انت قلت انت هتعرفي تبلغيه، ما بلغتوش بأي حاجة. نبيها 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 الله، انت عارفه كويس قوي انا ماليش في سكه الحرام. جوازنا دلوقتي بقى طريقه طويل جدا.
انا من يوم ما اتجوزت حسن انت اتجوزت وطلقت يجي 10 مرات. يا ابو حين زيغة، يا خاين، يا غشاش، يا حرامي، يا كلب. شوف بقى، انا ما بحبش حد يوعدني بحاجه وما ينفذهاش. عارف يا مدام نهاد. عارف ايه؟ اولا ابشرك ان بنات الرحله وصلوا بالسلامه. بالنسبه للدكتور عمرو، انا هبعت عربيه مخصوص للمطار عشان تستقبل الدكتور عمرو وحرمه. بالنسبه لقاعه الاجتماعات، ان شاء الله قاعه الاجتماعات هتكون جاهزه، بالاضافه الى اني انا ان شاء الله مع وصول كل المجموعه هقدم لها ويلكم درينك على حسابي انا. وايه المناسبه؟ مشروب ضيافه، برحب فيهم يا مدام نهاد. يعني اذا كان ده اسلوب متبعه لوكاندا فشكرا، اما اذا كان هيكون على حسابك فانا اسفه مش هقبل. لا هتقبلي. قلت ايه؟ يا سلام على الزرزره اللي انت فيها، انت مش هتبطلي زرزره طول عمرك يا زرزوره. انت قلت ايه دلوقتي؟ ايه؟ قلت لك يا زرزوره، ما سمعتيش الصفه دي قبل كده؟ ايه ده؟ لا انا ما اسمحش ابدا ان حد يقول لي. انا الكلمه دي في حد كان بيقولها لي زمان وكنت بتجنن لما بسمعها. انت قول لي انت مين؟ انت كريانات بنتش فاكراني؟ انا فتحي عبد الله العسال، زميلي في كليه الاداب انجلش سكشن. لا لا لا. فتحي العسال ابو طويل الهايل اللي دبلر كل سنين الكليه واتخرج بعد مني ب4 سنين. لا. ايوه فتحي زميلي، بس طويل ومش هايف. ايوه بس انا دلوقتي بتعامل معاك كنغيله، انت فاهم ولا لا؟ انت بتكلمي بجد؟ امال يعني بهزر؟ انا كنت فاكر انك لما هتشوفيني بعد السنين دي كلها. اوعك تجيب سيره السنين اللي فاتت دي ابدا، انت فاهم؟ انا اسف، انا ما كنتش اعرف انك انت اتغيرتي بالشكل ده يا نهاد. انا كنت فاكر انك انت لما هتشوفيني ايه؟ هزر كده؟ معرفش. أرقص برضو معرف. ثم تعال هلا قولي، انت جبت الثقة الكبيرة دي في نفسك منين؟ هو انت سبت حاجة كويسة جوايا علشان افرح لما اشوفك؟ ما انا هحكيلك واشرحلك اللي حصل بالظبط يا نهاد. ما تكررهاش، احسن ابلغ الادارة، فاهم؟ وبالليل يجيلي تليفون من الريسبشن ان كل طلباتي اوكي، مفهوم؟ حاضر يا فندم. السنين دي كلها وما اتغيرتش برضه زرزوره. مسألة بسيطة جدا ومن اختصاص الريسبشن. أنا هنا مش أي حاجة في الأوتيل، أنا جنرال مانجر. اسمك؟ وجاي على نفسك قوي كده ليه؟ طيب روح المكتب وداري المختص. مدام نهاد اعملي معروف، اللي حصل زمان ده ما كانش ذنبي. لو كان الأمر يهمك كنت دورت عليا وكنت هتلاقيني. إيه؟ عمرك ما سمعت عن انضباط مدارس نهاد العليمي؟ سمعت يا فندم. عموما انا هبعت عربيه عشان تكون في استقبال ابنك في المطار. اي امر ثاني يا مدام؟ والله ما كان ذنبي. الله، انت سايبه الفرونت ديسك وقاعده تتمشي في الاوتيل؟ بدور على حضرتك في ورق محتاج سيادتك. الله، طب وانا مالياش مكتب؟ سيادتك مش فيه. طب اتفضلي. قوم بقى يا روميو، قوم الساعة بقت 10. قوم يا أخي، أنت لسه نايم لحد دلوقتي؟
بقى بذمتك انت لو كنت في الوحده كنت تقدر تتاخر على الطابور نص دقيقه؟ قوم بقى يا جدع. احنا هنسلم نفسنا النهارده الساعه كام؟ هنسلم نفسنا الساعه 9. تتريقش طيب، لسه هستنى للساعه 9. بقى يومين ونص، لحقوا يزهقوك من الحياه المدنيه. قوم يا اخي وبلاش لكاعه، قوم بقى. اللي انت رحت فين امبارح يا شفت يا ابني؟ يوم واحد بعدت عنك، ما قدرتش اعيش من غيري. ما انا ما بقدرش استغنى عنك انت عارف، بس دي مش اجابه على سؤالي. ها طب هقول لك على حاجه، خش اغسل وشك وروق نفسك وهات لي سبرنتين. صداع مش كده؟ صداع عجيب رمسيس. انت عطيت فين امبارح يا شارع الهرم واديتها لما قلت يا كفا. من غيري يا جبان يا جدع. اقعد بس. بقول لك ايه، خش هات لي سبرنتين وحبذا بقى تعملي فطار، ويكون الفطار عباره عن بيضتين بالسمن البلدي. بس اوعى بقى تقول لي عندكم صيام اليومين دول والحاجات دي. لا احنا عندنا صيام مفيش مشاكل، بس اعمل لك بيض. ما انا خلفتك ونسيتك اصلي مش كده؟ ماشي حاضر. اللي انت مين اللي دخلك هنا؟ مامتك طنط مين فتحت لي الباب وخرجت وقالت انها اتاخرت على الشغل. طبعا اتاخرت، انت بتقول الساعه 10. ما تصحى يابا بقى وتفوق بقى، النهارده الحد والمسيحيين بيروحوا الشغل متاخرين ساعتين. طبعا يا عم. هنقر على ساعتين في الاسبوع. ها طب خش خش هات لي سبرنتين وحبذا بقى الفطار. اجي اساعدك ياض. الو. ايوه يا ماما، مال صوت ايه؟ طب ممكن اكلم احمد؟ نزل امتى؟ يلا بقى، عايز الحق اتكلم قبل ما السيرسه ناس تيجي. يا ماما مش سامعه. الو الو كده برضو السكه اتقطعت. حبه رتم بقى يا شيخ ارحميني. شيء فظيع. كام لو سمحت؟ 5 جنيه. سم. الو رمسيس، ارض الفراعنه تناديك. هاتي هاتي. ده روميو. ايه يا روميو، انت لسه ما رجعتش الجيش؟ ان شاء الله هنرجع الوحده النهارده بالليل. الاقصر نرمين معاه؟ نرمين معاكي يا حنين يا حبيبي. ايوه جيجي. نرمين معاكي كويسه. نرمين نرمين ثانية. ايه مش عارفة ليه حاسة ان احنا هنقابل انفسي. ياه، ما تفتكرين حاجة عادلة يا شيخ. انا مش فاهمة ايه اللي بيعجبك في الكاركتر ده. نفسي حد يحبني بنفس الطريقة. بقى عايزة واحد يحبك يبقى مجنون. مش احسن ما احب عاقل ويفشل الحب؟ لا سمتي، الحب العاقل برضه بيفشل. مش اكتر من حب بابا وماما. وجيب طلاق زيك، بيت من غير اب. بقول لك ايه، بتيجي ندور على نفيسي؟ لا دوري عليه لوحدك قوي. We'll be right back.
بصوا يا جماعه، ميس نهاد العليني عامله مسابقه كبيره قوي، اللي هيجيب معلومات عن معبد الكرنك هتديله هديه كبيره قوي. انا طب يلا بينا. يلا ولا روميو، شفت البروفا اللي اشتريته؟ حلو مش كده؟ قوي. مالك يا روميو؟ في حاجه كده بس مش عارف افتحك فيها ازاي. بقول لك ايه، وحتى ابوك بلاش الوش اللي انت هتقوله، وروح شوف ميعادك مع الاخ حامد اللي طلع لنا في المقدر ده. يلا اتكل على الله، وانا هروح البلوفر البيت. ماشي ماشي يا روميو، لما نرجع لوحده هيبقى في وقت كتير قوي للرغي. سلام. صباح الخير عم فانوس. لك يا باشمهندس رمسيس. ابونا بولس فوق؟ موجود جوه. شكرا. ايه ده؟ اني فيزي؟ الله يخرب بيته، ايه اللي جابه ده ورانا؟ مش كان واقع من على القطر وخلصنا بقى؟ ايه ده، انت قلبك قاسي قوي كده ليه؟ طالما عندك الحنيه واخده حقها وزياده كده، روحي له انت. انسه نرمين، ازيك؟ عاوز ايه؟ عاوز اقول لك ان دول الراقصين، ودي الادوات الموسيقيه اللي كانوا بيستخدموها، ودي راس الملكه حتشبسوت. المعنى كله ان الفن كان موجود في الدوله الحديثه عند الفراعنه العظام. وبعدين؟ وبعدين لاني بعزك جدا، حبيت اقول لك معلومه قريتها في كتاب الدكتور ثروت عكاشه، وكان متهيألي ان الاضافه دي شيء ممكن يبسطك. يا نرمين يا جميله نرمين، ده الاستاذ محمود. امشي بقى دلوقتي، لا تعمل لنا مشكله. يلا جاي تقولي لي الحمد لله على السلامة دلوقتي بعد 3 ساعات؟ طب بعد إذنك بس يا بابا، أصحابي مستنيني تحت. لك إيه؟ ناتالي موجودة هنا. تحب تقول حاجة من ورانا؟ لا يا ناتالي، ابني عمر قلبه أبيض زي البفتة البيضة. بفتة؟ كوزا سينيفيكا بفتة. بس سينيفيكا. إذا لقيتك. اتفضل ترجم لها بقى وريني شطارتك. بفتح في حاجه يا مستر عسل؟ لا انا بس بطمن على راحتكم، وبستاذن علشان اقدم مشروب الضيافه للبنات. مفيش مانع، اقدم لهم وانا جايه وراك. ان شاء الله تكونوا مبسوطين. عارف مين ده يا أنا أول مرة أشوفه يا ماما. ده اللي كان مفروض يكون أبوك لو الظروف مشيت زي ما هو كان عايز. ده يا ماما؟ ده أصله كان زميلي في الكلية، وأنا كنت معجبة بيه. طريقته فوضوي وصوته عالي، يعني تربيته غير تربية بيتنا، وسقط كتير في الكلية، وبعدين فجأة اختفى. ده كان من ايام ما انا كنت في سنه رابعه، ما شفتوش الا النهارده. حبيتيه يا ماما؟ ولا يعني يميها تهيألي يعني اني كنت معجبه بيه، لكن عارف الحياه ومشاغل، وابوك الله يرحمه نساني حتى اسمه عمر. ما تخافش على ماما، عاقلة جدا. وانا هدخل كلية العلوم. كلية الصيدلة. مش مهم اي كلية، المهم اتجوز.
حبيبتي. وانت يا جيجي؟ انا يا تيتا عايزه ادخل كمبيوتر ساينس. وش معنى يعني الكمبيوتر ساينس؟ عشان الكمبيوتر النهارده اهم حاجه. انت عايزه اصلك تخش كليه مستقبلها مضمون؟ طبعا يا تيتا. طيب وانت يا وديده؟ انا عايزه اخش كليه الهندسه عشان ابني بيوت عمرهم ما تقع زي الاهرامات. وانت يا فاطمه؟ انا هخش كليه الطب. اشمعنى يعني كليه الطب؟ عشان ابقى غنيه. انا كنت فاكره علشان تشفي المرضى. اتاري حلمك ان يبقى عندك محل جزاره، بس جزاره بجوانتي ابيض عادي. وانت يا نرمين؟ انا بالنسبه لي لو مجموعي يدخلني تجاره يبقى كويس قوي. حضرتك عارفه ان من ساعه وفاه بابا وانا كل حاجه اتغيرت من حواليا. وانت اللي بتتحكي من تحت لتحت. تعالي قولي. انا نفسي قوي اخش كليه الهندسه عشان افرح ماما. هو فاضل مين؟ انا عبد الرحيم النفيسي. ده مين دخله هنا؟ ده فين مدير الاوتيل؟ انا مدير الاوتيل. امال انا قاعد مرتاص في القعده ولا ايه؟ انا عايز اعرف انه السكيورتي مغفل اللي خلاك تخش بالطريقه الهمجيه دي. انا هطلع معاك بس هقول حاجه مهمه. سيبه يا مستر عسال. انا هخش كليه هندسه عشان سبب واحد بس. انا هطلع مخترع وهثبت للناس نرمين اني مش هايف ولا مجنون. انا هطلع معاك. اتفضل. انا سجلت كل اللي قلته، وبعد الامتحان ولما النتيجه تظهر هيبقى لنا قاعدة تانية مع بعضينا. عارفة لولا التليفون كنت وقعت منك. ردي لكل البنات. بنات ايه يا ميمي؟ ده مش ترانك. مش تسحي معايا شويه بقى؟ دي غريبه قوي. الو. ايوه انا. مين؟ اهلا يا فريد. معقوله عايز يقابلني انا؟ بس انا بشتغل دلوقتي. لا ما ينفعش خالص انزل. لا ولا استقبل حد في بيتي. طيب يا فريد تصبح على خير. باي باي. خير. مش قادره اصدق يا ميمي. عارفه مين اللي عايز يقابلني؟ الطرواني الباشا. ايه ده؟ ملك ولا رئيس جمهوريه؟ حضرتك بتهزري. ما هو عامل لك ايه؟ بتكلميني زي ما كود المفروض ان انا اعرفه. يا بنت الطرواني الباشا ده شخصية مهمة جدا. ده أهم واحد في بيع اللوحات على مستوى العالم. وغير كده بقى ليه علاقات كتيرة قوي مع الأمراء والشيوخ واللوردات. وليه علاقة كمان بالجهات المنظمة للمعارض. يا سلام يا ميمي. حدوتة كبيرة قوي عمك طرواني ده. اسمه غريب قوي. ده مصري؟ انا معرفش هو جنسيته ايه، لكن شكله كده عربي شامي فلسطيني حاجه زي كده. ومعرفتيش كان عاوز يقابلك ليه؟ لا اصل مش هو اللي كلمني بنفسه. ده خلى واحد زميلنا اسمه فريد هو اللي يكلمني. حاجه غريبه قوي. ده حضر معرضي الاخراني وشاف لوحاتي لوحة لوحة. بس الغريبة بقى يا ميمي انه ما قالش ولا كلمة. لا كلمة اعجاب ولا كلمة هجوم. طب عايز يقابلني النهاردة ليه؟ وش معنى دلوقتي؟ تكوني خدتي جايزة عالمية. نعم يا اختي جايزة عالمية. ولو انه برضو ليه علاقة بالحاجات دي. تبقي خدتيها.
انت رايحه فين يا ميمي؟ ده انا لسه ما خلصتش. ارحميني بقى يا منى، انا طول النهار هلكانه في الشغل، وبعد كده تحضير الاكل الرمسيس ما صدقت سافر بالسلامه للوحده بتاعته وقفشتيني. وبعدين هتعرفي ترسمي بعد المكالمه دي؟ عن اذنك. جيجي؟ جيجي؟ مالها جيجي؟ ألو؟ أيوه يا أستاذ محمود، مالها جيجي؟ أيوه مومنتو، افتح الباب يا ناتلي، افتح الباب بسرعة. آه مامتي يا جميلة، مامتي بتوجعني يا ماما. مالك يا حبيبتي؟ أيوه يا ميس النهاد، أنت قلقانة ليه؟ مش حضرتك شفتيها والدكتور عندها وبيكشف عليها؟ انا هقول لك كل حاجه بالتفصيل. من نص ساعه فقط جه واحد من مشرفين الرحله ومعاه البنت وبتصرخ وبتقول يا بابا وبتتالم قوي. عرفت ان باباها نزير عندنا في الاوتيل، وعرفت بعدين ان هي حفيدتك، رحت مطلعها على طول على اوضه الدكتور عمرو، وبعت دكتور الاوتيل مخصوص عشان يكشف عليها. ايه يا فندم؟ موجود مدام نهاد. عايزك استاذتنا الفاضله. اختصر اختصر عشان ده تليفون عمل. ايوه استاذه. لا الانسه جميله كانت في حاله هايله جدا، لكن بعد ما وصلنا بنص ساعه استرقت السمع الى صرخاتها، وتيقنت ان المساله مش عاديه، ورفضها القاطع على انها تستقبل اي طبيب، واصرارها على انها تروح للسيد الوالد. دي حبوب مهدئة، تاخد واحدة وتنام. تصبح على خير. انت من اهل الخير. احسن دلوقتي يا جميلة؟ الحمد لله. انا هكلم روم سيرفيس عشان يجيب الدواء. لا لا لا، بابا هينزل عشان يعتذر لاستاذ محمود عشان مش هقدر اروح الاوتيل التاني. طبعا حبيبتي عمرو، برونوتا لاقونا كاميرا. خلاص هقول لهم يحجزوا لها اوضه. لا 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 انا مش هتنام الاوضه دي عشان انا خايفه مدير بطني. ناتالي ممكن تنامي مع ماما النهارده؟ شرطه. ناتالي سكوزا. نينتا. خلاص يا بنات ما تقلقوش، أنا لم أتحرك إلا عندما نزل الدكتور عمرو بنفسي وأخذ جميلة تنام معاه في أوضته، وهي الآن في أحسن حال الحمد لله. خلاص يا بنات يلا كل واحدة تخش أوضتها. يلا. على فكرة جيجي قالت لي إنها حددت مع باباها في الأوتيل الفخم اللي هو قاعد فيه. تعرفي من إمتى؟ ساعات لما شافت مراته الإيطالية. يا عيال تفتكروا إن جيجي هي اللي عملت نفسها عيانة؟ طبعاً دي بنت جدعة، أما تعوز حاجة بتعملها. وبعدين يا بنات أنا مش قلت كل واحدة على أوضتها؟ الله يرحمك يا بابا، وحشتني قوي. في الحقيقه نرمين حكم السيد الوالد رحمه الله عليه جعلني اندم لاني لم اتزوج، وبالتالي لم انجب. حضرتك هتبقى ابو عظيم يا مستر. في مشكله مع نرمين يا مستر محمود؟ نصيحة من أخ كان معاك عيش وملح، بلاش الموضوع اللي بتفكر فيه ده. موضوع إيه؟ جيجي طبعا. جيجي؟ إيه يا ابني التخريف اللي أنت بتقولها دي؟ جيجي زي أختي. طب وطي صوتك بقى وما تعملناش مشكلة، لأحسن الظابط النبطشي يجي وهي مش ناقصة بقى أساسا. حلو، يبقى تتخمد بقى وتنام وما تعمليش فيها بالعريف. خلاص يا أخويا دخلت دماغي وعارف مفكر في إيه؟ نام. كنت مجند رمسيس رجاء.